إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ذا الجلال والعزة، يا ذا الجلال والعزة، أنقذ المسلمين في غزة. اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم بدل خوفهم أمنا، يا أمان الخائفين، يا أمل المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، لا إله إلا أنت.